من جهتها اكدت الرئاسه العامه لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اكتمال استعدادها لاستقبال ضيوف الرحمن لاداء طواف الافاضه والسعي في المسجد الحرام. واوضح نائب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الشيخ الدكتور محمد بن ناصر الخزيم ان الرئاسه سخرت كامل امكانياتها لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لاداء طواف الافاضه والسعي بكل يسر وسهوله سعيا منها للخروج بالصوره الحقيقيه المشرفه للمملكه. واشار الى جاهزيه جميع الادارات بالمسجد الحرام والرئاسه للقيام بعملهم على اكمل وجه وبالصوره المطلوبه